تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر متمثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الضال البيضاء من معالجة قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار تصبير وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني مع المساهمة عن قصد لغرض توزيعها بالإقليم الوطني، حيازة أوراق وقصاصات ملونة ومعدات مهيئة لغرض النصب والاحتيال، الإقامة الغير شرعية بالتراب الوطني. جماعة الأشرار التي تم إيقافها المتكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة إلى 40 سنة تنشط في إطار شبكة إجرامية منظمة بإقليم التراب الوطني. العملية مكنت من استرجاع مبلغ مالي مزور قدر بحوالي 500 مليون سنتيم مشكل من أوراق نقدية من فئة 2000 دينار، أيضا مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب 40 مليون سنتيم.